البداية كده هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين. ونبدأ ناخد الايه الغرزة الأولانية خالص، وهنعمل تقريبا 18 غرزة سلسلة. ده 1 2 14 18 غرزة سلسلة زي ما عاوزة. هنبدأ كده نرتفع للسطر الأولاني بغرزة واحدة بس سلسلة، وخلي بالكم كده، شوفوا احنا هناخد الفتلة بس اللي فوق ديت كده، وهنسحبها بمنزلقة، هي دي الغرزة بتاعتنا. هندخل ونسحبها بمنزلقة، زي ما انا بقول العرض بيبقى على حسب الرغبة بتاعتك، لكن طريقة الشغل هي هي. تمام، هناخد الغرزة اللي فوق كده ونبدأ نسحب بمنزلقة ونكمل بقية السطر. خلاص، انا خلاص كده خلصت السطر الاولاني. السطر التاني زي ما انتم شايفين هنلف الشغل، وهنبدأ نشتغل غرزة واحدة بس السلسلة، نطلع بغرزة السلسلة. هنلاحظ هنا في السطر التاني ايه، شوفوا السطر التاني في اول غرزة هتبقى فيه فتلتين، الغرزة الاولانية دي سلسلة، السلسلة التانية دي الغرزة التانية، في فتلة كده ناحيتنا وفي يعني فتلة الناحية التانية، يعني على هيئة سبعة، ضلع ناحيتنا احنا وضلع الناحية فوق لفوق. هناخد الضلع اللي هو لفوق ده، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، اهو الضلع اللي هو لفوق ده، ونشتغل عليه بنفس الطريق بمنزلق برضه. هناخد الضلع اللي هو اهي يا بنات، هنشتغل هندخل الإبرة في الضلع اللي فوق وإيه وننتهي بمنزلق الضلع اللي فوق، ونسحب بمنزلق زي ما انتم شايفين كده، الضلع اللي فوق وإيه بمنزلقة كده زي ما انتم شايفين، سهلة جدا. تمام، اهو ده اللي فوق اهو، ونسحب الخيط ونخرج تاني بمنزلق. هنكمل بقى كله كده لنهاية السطر. انا عايزه اوريكم انا خلاص كده خلصت السطر التاني، خلصت لحد الاخر. السطر الثالث هنبدأ هنلف الشغل ماشي، وهناخد واحدة بس سلسلة، وهنبدأ نشوف فين السبعة، اهي السبعة اهيت، وهنبدأ ناخد اول فتلة كده بسم الله، ونبدأ نسحب زي ما انتم شايفين. هناخد الفتلة اللي ورا، ما نيجي ناخد الفتلة اللي ورا دي، ندخل الابرة بسم الله، وناخد الفتلة اللي ورا بالشكل ده. هنخلص بقى ايه كل البندانة بنفس الطريقة، كل سطر هنخلصه هنقلب الشغل ونبدأ نعمل واحدة سلسلة، ونبدأ ونشتغل السطر اللي بعديه بنفس الطريقة، نشتغل على الفتلة اللي ورا. بصوا حبايبي، زي ما انا ماشية اهو، بصوا ده الفتلتين اهمت، دي فتلة ودي فتلة، باخد الفتلة اللي فوق، باخد الفتلة اللي فوق اهي وبسحبه. تمام، ادي زي ما انتم شايفين باخد الفتلة اللي فوق وبسحب. بس واحنا بنشتغل الغرزة دي نخلي ايدينا يعني ايه ما نشدش قوي الخيط، عشان ايه نعرف ايه الغرزة تكون ايه سهلة معانا، يعني تخليها متوسطة كده ما نشدهاش قوي، عشان نعرف ندخل الابرة ونخرجها بسهولة، ما تشديش الخيط قوي وانت ماشية. يا رب يكون الشغل واضح. انا باخد الفتلة اللي ورا اهي وبايه وبسحب، هي شبيهة بغرزة المنزلقة، بدخل الابرة وبسحب بمنزلقة.
هنا كده الغرزة بقى الأخيرة بتبقى مختفية شوية كده ورا، تمام. هنيجي ايه نشيلها كده بالراحة اهي زي ما انتم شايفين بالظبط ستريت كله قد بعضه. خلاص كده انا كده خلاص ايه خلصت زي ما انتم شايفين معايا كده. هنبدأ اننا ايه نطبق الاتنين على بعض ون ايه ونثبتهم ببعض خلاص زي ما انتم شايفين. بس قبل ما نثبتهم ببعض هنجيب الطرف ده معانا كده وهنقوم لفينه كده خلاص. هنلف الطرف ده كده زي ما انتم شايفين كده وهنبدأ ايه بقى نحط الطرفين على بعض كده وهنبدأ اننا ايه نثبتهم ببعض. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عدد الغرز زي بعضها، هنبدأ اننا ندخل كل غرزة في الغرزة المقابلة ليها. ادي اول غرزة اهي بسم الله، تاني غرزة في الوقت ده ممكن تشد الخيط كويس عشان يحصل ايه يعني تتماسك مع بعض كويس. زي ما انتم شايفين لنهاية السطر هندخل كده الغرزتين كل غرزة قصاد الغرزة وهنطلعها كده ايه. ممكن تعمليها منزلقة وممكن تعمليها تبقى ظاهرة يعني عادي مش هتأثر معانا. انا كده خلاص خلصت البندانة اهو زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده تمام. هنقلبها زي ما انتم شايفين ده مكان اللي احنا خيطنا فيه. هنيجي هنا بسم الله الرحمن الرحيم ونثبت كويس، نعمل كده ايه اخر غرزة عملناها اهو ونقطع الخيط بسم الله ونشد كده الخيط ونعمل تنظيف للخيط ده. بدلة البداية برضو ننظفها معانا في الشغل نحطها تحت الشغل زي ما ايه اتعلمنا قبل كده. نقص بقى الأطراف دي بسم الله كده ماشي. هنبدأ نجيب الخيط تمام ده وهنعمل قطعة بالطول ده كده، نعمل قطعة بالطول المسافة دي. هنعمل قطعة بسم الله الرحمن الرحيم بطول المسافة دي الدايرة دي هنقيس الدوران ده، هنقيس الدوران اللي احنا عملناه ده ونعمل تقريبا سلسلة على قد الدوران خلاص بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة ستة سبعة تمانية تسعة
10 11 12 نشوفها كده هتبقى على قده. تقريبا هتبقى 12 غرزة او 13، خلينا كده 13 غرزة. طبعا مقاس البندانة اللي انت بتعمليها العرض بيختلف، يعني انت لو عملتي العرض بتاعك ده اكتر، يعني دي مثلا بندانة لبنوتة صغيرة 10 سنين، انت هتعملي مثلا بندانة كبيرة عاوزة تعملي العرض اكبر، عادي تعملي عرض اكبر، فالمقاسات بتتغير. نفس الطريقة هنطبق دي كده ونعمل سلسلة ونقيسها عليها ونشوفها هتبقى كام سلسلة ونبدأ نشتغل. هنشتغل ايه؟ هنشتغل 3 اسطر او سطرين من نفس الغرزة دي. تمام، انا هشتغلهم تاني. احنا من 13 وهنرتفع بغرزة واحدة بس، وهنبدأ نشتغل نفس الغرزة بتاعتنا، سطرين او 3 اسطر. هنشوف دلوقتي هشتغلهم وارجع لكم تاني. انا عملت هنا خلاص 3 اسطر زي ما انتم شايفين، 3 اسطر. هبدأ اني اقص كده، افصل واخرج الخيط ده كده، وهربط بقى كده الاتنين دول ببعض عشان ايه اثبتهم ببعض. خلاص طيب، دي هنعمل بيها ايه؟ دي هنعمل بيها ايه؟ اول حاجة انا عندي هنا كده البندانة هنطبقها، هنيجي كده، دي مكان الخياطة يا بنات اللي احنا عملناها من ورا، مكان الوصلة بتاعتنا من النص كده، هنطلع حتة بارزة وبعدين هنجيب دي هنا ودي كده بالشكل ده كده، تمام زي ما انتم شايفين. وهنيجي على القطعة دي هنحطها كده من تحت، وهنلف دي كده من تحت، ماشي، وهنبدأ اننا ايه نثبتهم مع بعض. خلاص هنثبتهم مع بعض بالشكل ده، بأي طريقة بقى، بإبرة خياطة، بإبرة الكروشيه، دي انا هثبتها بإبرة الكروشيه الاتنين مع بعض. هاخد الفتلة الأولانية، طبعا انا هدخل الخيط من هنا، طبعا لو هتصعب عليكي بإبرة كروشيه اعمليها انتي بإبرة خياطة عادي. نحاول بقى ايه نثبتها كويس، ونقص ايه وننضف بقى كويس الايه الزيادات. هنيجي نشوف بقى البندانة بتاعتنا نظبطها كده، بالشكل اللي انتو شايفينه ده. طبعا زي ما انا قلت انتو بتعملوها بأي مقاس انتو عاوزينه، تكبروا الطول، تطولوا الطول بتاعها، تكبروا العرض بتاعها زي ما انتم شايفين، زي ما انتم شايفين كده شيك قوي وجميلة، بتتلبس بالشكل ده، بتبقى بالشكل ده. حلاوة الغرزة دي ان هي بتتمط معاكي، بتاخد شكل الرأس، يعني انت بتقيسيها على الموديل نفسه او على البنوتة نفسها، ودوران الرأس بتاخد، هي بتاخد شكل الرأس معاكي بالشكل ده، بتتلبس بتكون بالشكل ده معانا. يا رب البندانة بتاعتنا او التوكة بتاعتنا تكون عجبتكم، تنفذوها بقى وتقولوا لي رأيكم ايه. الغرزة دي غرزة حلوة جدا، وغرزة شيك جدا، غرزة تحس ان هي طرية كده في اللبس وجميلة فعلا، انا بحبها جدا وبحب ادخلها في كل شغلي. يا رب في النهاية حبايبي تكون حلقة النهاردة عجبتكم، اكتبوا لي بقى في التعليقات ان شاء الله رأيكم ايه. وفي النهاية اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.